بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. بداية أخبارنا الرياضية مع فريق إيسترن كامباني اللي حقق الفوز على مصر المقصة بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد باترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد إيسترن كامباني للنقطة الـ 19 وبيحتل المركز الـ 17 وقبل الأخير، وتجمد رصيد المقصة عند 14 نقطة في المركز الأخير. ومبارح فاز فريق سيراميكا كيلوباترا على الاتحاد السكندري بخمس أهداف دون مقابل في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولين العرب ضمن منافسات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد سيراميكا إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 28 نقطة في المركز العاشر. ولسه بيواصل فريق الأهلي تدريباته عشان يستعد لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، وريكاردو سواريش المدير الفني للفريق عمل اللعيبة فقرات بدنية متنوعة وخصص لهم جانب من التدريبات الفنية المحددة للمدافعين ولعيبة خط النص، ومدرب حراس المرمى عمل فقرات تدريبية وفنية للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. ومن ناحية تانية خاضت لعيبة الزمالك تقسيمة قوية، وقرر البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك مشاركة جمعة وأناجم في التقسيمة لزيادة اللياقة الفنية عندهم عشان هيستعين بيهم في المباريات اللي جاية للفريق. الكرواتي كوفاتش المدير الفني لفريق فولسبورغ الألماني أعلن تمسكه بالدولي المصري عمر مرموش الموسم الجاي وعدم تركه للرحيل لأي من الدوريات الأوروبية الكبرى وسط اهتمام من إدارة برانتفورد بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة قال إنه سعيد بتجديد عقده مع النادي لحد 2024، وده بعد توقيع عقده الجديد، وبكده هيستمر مع النادي لموسمين. وقال ديمبلي في تصريحاته بعد التجديد للبارسا: برشلونة هو فريق أحلامي منذ الصغر وأحلم بلقب دوري أبطال أوروبا. نادي فلامينغو البرازيلي أعلن بشكل رسمي انضمام النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط النص في انتر ميلان السابق واللي انتقل للدوري البرازيلي بعد رحلة طويلة في قارة أوروبا خلال السنين اللي فاتت. ووقع فيدال على عقوده مع فلامينغو في الدوري البرازيلي وهيكون قميصه رقم 32. وفريق اسطنبول باشاك شهير التركي قدم نجمه الألماني مسعود أوزيل لوسائل الإعلام والجماهير امبارح، ونشر باشاك شهير بيان على موقعه الرسمي: نرحب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى لي النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق. المنتخب المصري والمنتخب الجزائري هيلتقوا النهاردة في الدور ربع النهائي من كاس الأمم الإفريقية، وشهد برنامج تدريب منتخب الفراعنة محاضرة فيديو تدريبات قوية عشان يكونوا جاهزين للقاء.
نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة رجال في التأهل لمنافسات الدور ال 16 من بطولة WTT Star Contender بعد الفوز في دور ال 32 من منافسات البطولة، وجه تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان المصنف السابع على العالم والأول في اليابان بنتيجة 3-2. وقبل المباراة دي كمان فاز عمر على الياباني شانسكي تجامي بنتيجة 3-1 في دور ال 64، وهيواجه عمر النهاردة منافسه الكوري ليم جونغ هون. وكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليكي يا ليندا.